أعراض تعب العين أرجع منتشر مع الاستعمال المفرط والغير المقنن ديال الحاسوب وديال الأجهزة ديال الحاسوب والأجهزة الإلكترونية. أعراض ديالو قدروا نقسموها لجوج الأنواع. كاين أعراض الآنية اللي كتمثل بحال الاحمرارات بحال تعب في العين، تعب في التركيز، الرؤيه المزدوجه، بعض المرات الانسان ما كيقدرش يكمل اليوم ديالو في العمل. وكاين اعراض اللي كتكون كتبان من بعد سنوات اللي عندها علاقه مع الاشعه الزرقاء اللي تقدر تكون تؤدي الى تلف في الشبكيه ولا قدر الله بالمرات فقدان الرؤيه. دونك بالنسبه للحاله، بالنسبه للطريقه ديال الوقايه ديالها، اولا كنصحوا المرضى ولا الانسان اللي عنده مشكل في الرؤيه يكشف على الحالات ديال النقص في الرؤية ديالو ويدير النظارات الملائمة ويقدروا نديروا فيها بعد لي فيلتر ديال الأشعة الزرقاء. ونصحوه بعد يقدر يدير حصص ديال الترويض اللي كتمكن باش تقويو من القدرات ديال العين ديالو. في بعض الحالات كنقدروا نديروا قطرات ديال الدموع الصناعية باش كنبردوا على العين وكنحيدوا ديك المشكل ديال النشوفية. العلاج هو كنجي من الوقاية، يعني كنقدروا نشوفوا الكشف وكنشوفوا الحالات المرضية اللي كتكون في العين، وكما كنقولوا الوقاية خير من العلاج. بالنسبة للموضوع ديال الأشعة الزرقاء، فالأشعة الزرقاء هي أشعة اصطناعية اللي كتبعث من شاشات إما ديال التليفون أو شاشات الحاسوب. هذه الأشعة عندها تأثير إما في الرؤية، يعني تأثير اللي يقدر يؤدي إلى إتلاف الخلايا ديال الشبكية، يقدر يؤدي إلى نقص في النظر أو للميوبي. بعض المرات كتدير تأثيرات على الهرمونات وتأثيرات على الطفل. بالنسبة للمشكل ديال الليبر اكسيتابيليتي، ما كيبقاش توتر في الدراسة، توتر في البسيكولوجية ديال النمو ديالو البسيكولوجي. بالمرات كتأدي إلى مشكل في النوم، يعني الانسومني، يعني أرق في المشكل في النوم، يعني عنده علاقة مع الهرمونات. هاد الأشعة الزرقاء ممكن نتجنبوها بثلاث أنواع. إما كنديرو لي فيلتر في الجاج ديال أنتي لوميغ بلو ضد الأشعة الزرقاء، نقدروا نديرو دي فيلم في فوق ليكرون ديال التليفون او ديال الحاسوب. وبعض المرات كنقدروا نديروا واحد لي زابليكاسيون كيكونوا في التليفون اللي كينقصوا من الحده ديال هاد الاشعه الزرقاء. دونك الحمد لله دابا العلم كيتطور والحداثه، يعني الالات كتطور، ولكن في نفس الوقت عندهم لي كونسيكونس ديالهم. دونك حنا خصنا نديروا الوقايه من هاد المضاعفات ديال هاد الاشعه هذه. بالنسبه الأرق العين أو التعب العين، ممكن يكون نتيجة لبعض المشكل في المقاسات ديال النظارات اللي ما كيكونوش مطابقين للمقاسات ديال العين اللي خصهم يكونوا. بعض المرات أخطاء في المقاسات، وفي هذه الحالات من الأحسن نديروا واحد تصحيح ديال المقاسات باش ما كنزيدوش نظهروا الصحة ديال العين، وكنعطيو واحد المشكل حتى في السياقة، حتى المشكل في المردودية ديال في العمل، واللي تقدر تؤدي إلى عواقب وخيمة على المريض.